السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم طلاب شركة آفاق التعليمية في المرحلة الثانوية مادة علم الأحياء 2 الصف الثاني الثانوي. بإذن الله سنتحدث اليوم عن الزواحف. درسنا اليوم الوحدة الثانية الزواحف. أولاً ما السبب في تسمية الزواحف بهذا الاسم؟ كلنا يعرف. الزواحف كالتمساح والثعبان والأفاعي وغيرها من الزواحف، لكن السؤال من أين جاءت تسمية الزواحف بهذا الاسم؟ سميت الزواحف بهذا الاسم إشارة إلى طريقة الحركة، حيث أن الزواحف هي حيوانات تزحف ببطء على الأرض. إذن التسمية جاءت من أن الزواحف حركتها بطيئة وتزحف على الأرض بكامل جسمها أو جزء من الجسم. وقد خلق الله سبحانه وتعالى تكيفات مكنت هذه الزواحف من المعيشة على اليابسة. ربنا سبحانه وتعالى خلق أو جعل لهذه الزواحف تكيفات مكنتها من المعيشة على اليابسة. إذن السؤال، ما هي الخصائص التي ميزت الزواحف عن غيرها؟ أولا نعلم أن الزواحف من الفقاريات، لا بد أن نعلم أن الزواحف من الفقاريات. الزواحف من الفقاريات، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الزواحف أطراف أو لهذه الفقاريات أطرافاً متخصصة، أطراف متخصصة وأجهزة دورانية وتنفسية. وجعل الله سبحانه وتعالى لها تكيفات ساعدتها على العيش على اليابسة. إذن سنتحدث إن شاء الله عن هذه التكيفات التي مكنت هذه الزواحف من المعيشة على اليابسة. أولا أن بيوضها محاطة بقشرة أو بقشرة جلدية، بيض الزواحف محاط بقشرة جلدية. البيض، بيض الزواحف محاط بقشرة جلدية، بيوضها محاطة بقشرة جلدية. هذه أول ميزة ميزت هذه الزواحف. إذن هذه الزواحف تتكاثر بوضع البيض. ثانيا من التكيفات التي مكنت هذه الحيوانات من المعيشة
على اليابسة الجلد الحرش في السميك، جلد الزواحف حرش في سمي. وأيضا لها أجهزة دورانية وتنفسية ذات فعالية أكبر مما عند البرمائية، بمعنى أن الجهاز التنفسي والجهاز الدوراني وهو جهاز الدم أكبر وأكثر فعالية مما هو عند البرمائية. لنأخذ أولا البيض أو البيوض الرهلية الأمونيونية. إذن هذه الحيوانات تضع بيض يعرف بالبيض الأمونيوني الرهلي. من المعلوم أن الزواحف والطيور وبعض الثدييات تبيض، أي تتكاثر بالبيض. الغشاء الرهلي يحيط بالجنين مباشرة داخل البيضة ومملوء بسائل رهلي، هذا السائل يحمي الجنين خلال فترة النمو. وكلنا شاهد أو لمس السائل الذي داخل بيض الدجاج، فهذا السائل هو سائل رهلي. وكما ذكرنا حيوانات الغشاء الرهلي تضم الزواحف والطيور وبعض الثدييات، إذن حيوانات التي تتكاثر بالبيض الرهلي تضم الزواحف والطيور والثدييات. البيضة الرهلية كما نشاهدها في الشكل، هذه البيضة الرهلية، البيضة الرهلية كما في هذا الشكل صفحة 43 محاطة بقشرة واقية، هذه هي القشرة الواقية، وفي الزواحف القشرة جلدية، القشرة جلدية تقي الأغشية الداخلية المحيطة بجنين الزواحف، هذا الجنين. وهذه الأغشية تضم غشاء الكوريون، غشاء الكوريون، وغشاء الكوريون يحفظ سوائل البيضة ويسمح بمرور الأكسجين لداخل البيضة. ثانيا كيس المنبار، وكيس المنبار يجمع فضلات الجنين، هذا الكيس يجمع أو تتجمع فيه فضلات الجنين. أما الكيس الثالث هو كيس المح، وكيس المح أو صفار البيض هو غذاء الجنين، بينما الغشاء الرهلي الأمونيوني به سائل يحيط بالجنين للحماية. هكذا تتركب البيضة الرهلية عند الزواحف كما بينا
من غشاء كوريون يعمل على دخول الأكسجين والحماية أيضا، كيس المح به غذاء للجنين، كيس المنبار تتجمع فيه فضلات الجنين، هذا هو الجنين طبعا، والغشاء الرهلي الأمنيوني الذي يحيط بالجنين مباشرة وبه سوائل تعمل على حماية الجنين. بالنسبة للجلد عند الزواحف، الجلد الجاف الحرشفي، جلد الزواحف جاف حرشفي، يعمل على الحماية وحفظ سوائل الجسم، لكن عند النمو يتم تغيير هذا الجلد بعملية تسمى الانسلاخ. يعني باختصار جلد الزواحف كما أسلفنا الذكر أن جلد الزواحف جاف حرشفي، وهذا يساعدها على الحماية وحفظ السوائل داخل الجسم، ولكن عند النمو يتم تغيير هذا الجلد والانسلاخ بعملية تسمى الانسلاخ، كما نشاهد ذلك في كثير من الثعابين والحيات. بالنسبة للتنفس respiration، يتم التنفس في الزواحف بعمليتين تسميان بالشهيق والزفير، يعني عمليتين لتبادل الغازات عند البرمائيات، هما عمليتي الشهيق والزفير، ولأن الزواحف تعيش على اليابسة إذن الزواحف لها رئات تتنفس بالرئتين، غير البرمائيات التي تبدأ حياتها في الماء فتتنفس بالخياشيم. إذن عملية التنفس عند الزواحف تتم بالشهيق والزفير، وهما عمليتين متعاكستين. الشهيق يعني إدخال الهواء إلى الرئتين، والزفير خروج الهواء خارج الجسم. لكن كيف تتم عملية الشهيق وعملية الزفير؟ عند الشهيق تنقبض عضلات القفص الصدري، أي والانقباض يعني وجدار الجسم أيضا، وذلك لتوسيع الجزء العلوي من تجويف الجسم. يعني عند الشهيق تحدث عملية شد أو انقباض للعضلات الموجودة في القفص الصدري وجدار الجسم لتوسيع الجزء العلوي من تجويف الجسم، وبذلك يدخل الهواء أو يندفع الهواء داخل الرئتين. أما في عملية الزفير، وهي عكس عملية الشهيق، تنبسط أو ترتخي عضلات القفص الصدري وجدار الجسم، فيضيق الجزء العلوي من التجويف الجسمي الذي بداخله الرئتين، فيندفع الهواء خارج الجسم، وبذلك تتم عمليتي الشهيق
والزفير. ومن المعلوم أيضا أن مساحة سطح الرئات عند الزواحف أكبر من البرمائيات، لذلك يزداد عندها إنتاج الطاقة ATP أدينوسين ترايفوسفيت أو الأدينوسين الثلاثي الفوسفات. ATP اختصار لكلمة أدينو ترايفوسفيت، وهو المركب أو الجزيء الكيميائي الذي يزود أجسام المخلوقات الحية بالطاقة اللازمة لنشاطاتها من خلال تفاعلات الأيض. إذن لا بد أن نركز على مصطلح ATP وهو الأدينوسين الثلاثي الفوسفات. هذا الجزيء مهم جدا، لأن الجزيء هذا عند تفككه في عند التنفس يعمل على إنتاج الطاقة داخل الجسم، وهذا يتم عند تفاعلات الأيض. بعد ذلك نتحدث عن جهاز الدوران، ولكن قبل أن ندخل على جهاز الدوران لنلاحظ شكل القلب عند البرمائيات. كما ذكرنا من قبل أن القلب عند الأسماك من حجرتين فقط، أذين وبطين، أما قلب البرمائيات من ثلاث حجرات، أذينين، أذين أيمن وأذين أيسر وبطين واحد. لكن ما الفرق بين القلب عند الزواحف والبرمائيات؟ لاحظ البطين بدأ يتكون فيه حاجز لكنه لم يكتمل، حاجز غير مكتمل. إذن بدأ البطين ينقسم إلى قسمين لكن لم يتم الانقسام، فهذا هو الفرق بين قلب الزواحف وقلب البرمائيات. لكن هذا الانفصال تم عند التمساح. إذن الحيوان الوحيد من الزواحف الذي يمتلك قلبه أربع حجرات هو مين؟ التمساح. هذا مكن التماسيح من إنها تستطيع أن تبذل مجهود كبير. إذن جميع البرمائيات قلبها من ثلاث حجرات، أذين أيمن وأذين أيسر وبطين واحد، لكن هذا البطين له حاجز في الوسط غير مكتمل. هذا هو جهاز الدوران. ودائما نحن نعلم أن الأذين هو المستقبل للدم العائد إلى القلب، من وهذا الجزء من الجسم، وهذا الأذين الذي به دم أكسجين ملون باللون الأحمر هو يستقبل الدم العائد من الرئتين، أما البطين يضخ الدم إلى الجسم. بالنسبة إلى التغذية والهضم، تشبه أعضاء الجهاز الهضمي في الزواحف مثيلاتها في الأسماك والبرمائيات، ومعظم الزواحف آكلات لحوم،
معظم الزواحف آكلات لحوم، لكن البعض يتغذى على النبات كالسلاحف، بعضها يتغذى على النبات، وبعض السلاحف قارتة. ما معنى قارتة؟ بمعنى أنها آكلات نبات ولحوم. وللسلاحف والتماسيح ألسنة تساعدها على الابتلاع، في حين أن لبعض السحالي مثل الحرباء ألسنة طويلة لزجة للإمساك بالحشرات. ونعلم أيضا أن للأفاعي القدرة على ابتلاع فريسة أكبر من حجمها. لماذا؟ لأن عظام الجمجمة في الأفاعي وكذلك الفكوك مرتبطة مع بعضها بأربطة مرنة، أربطة مرنة، بحيث تمكنها من الابتعاد عن بعضها. ولبعض الأفاعي سم يشل حركة الفريسة وتحليلها. إن شاء الله في الحصة القادمة نلتقي في تكملة درس الزواحف، والسلام عليكم.